عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك أختي. مرحبا بيك، وانت لاباس؟ شك الحمد لله. شك، عرفنا عليك. أنا زينب من مرناك، جيتكم. هبطت في تونس نعمل في دورة. هبطت عملت قهوة وأنا صاحبتي. عملت احنا اليوم سؤالنا هو على المظاهر. المظاهر اليوم مهمة برشا. اي مهمة برشا المظاهر والله. مظاهر، اي لعبت تمشي برشا بالمظاهر توا. واحد والله مظاهر وفلوس ولت الدنيا توا. حاجتي توا ما عندوش فلوس واحد ما يعيش في هالبلاد والله. بفلوسه يعنكر قبوسه كما نقولوها. والله اي انت عندك فلوس؟ انا ما اكذبش عليك، انا ما عنديش فلوس، ما اكذبش عليك. زو عليا ما واحد، عندي ربي يهز فيه البركه. عبد الله يا رب. ها الفلوس تعني لك ولا ما تعني لكش؟ فيش تعنيني وما تعنينيش، فهميني فسري لي شنو معناه في حياتك. معناه انت تعنيني توفر تعمل اصحاب تعملهم، لازم يكونوا تختار اصحابك لازم يكونوا عندهم فلوس، والا مثلا باش تختار شريك حياتك لازم يكون عنده فلوس. شريك حياتي لابد لازمني نختاره عنده فلوس اولا، وصاحبي كيف كيف ما عندوش فلوس زاده ما نختاروش، يقعد كيكه هذيك هي حياتك وحده وصاحبك وحده. اي لا نحكي لك معناها صديقي، معناها اقول معناها في الحياه، معناها كيف كيف تو خاطر العباد تمشي بالمظاهر بالفلوس، ما لازمني انا نتبع زاده هما يمشوا كيكة لازمني نتبع، خاطر باش نقعد وحدي كيكة من غير فلوس نقعد وحدي في الدنيا عاد. تولي الناس الكل تفيس على بعضها بالفلوس وانا نقعد لتالي ما يساعدنيش زاده حتى انا والله. ولازمني نتبع كي شويه معاهم زاده حتى هز روحي باش نخلط معاهم في الدنيا زاده نخلط عليهم والله. العباد كي يعملوا حاجه انت لازمك تتبعهم؟ باش نتبعهم ما لازمني زاده حتى انا لازمها. فما حاجات زاده بالفلوس تتوفر، مش اي حاجه معناها واحد باش يقعد معناها تشوف. يجيك مثلا يتقدم لك واحد زوالي ما عندوش برشا فلوس. برشا قديش كيكا فلوس نحب نحسبها كيكا؟ ما عندوش حتى 200 مليون باهي ناخذوا اقل حاجه، حتى كان مقاين عليه ياسر 200 مليون صفا ياخذ 200 مليون اي برا شويه 200 مليون باهي. 200 مليون باهي بيت كرشك برشا راه. بيت كرشك برشا عالقليل يشدونا شويه. يعاونونا شويه عالقليل. باش تلقاه ذي اللي عنده 200 مليون باش تلقاه؟ والله فما والله راكدين عليها هنا في تونس، قسما بالله راكدين عليهم الرجال والله راكدين عليهم. عرفت شكون في حياتك عنده 200 مليون؟ ها؟ عرفت شكون في حياتك عنده 200 مليون؟ ما زلت ما عرفتش، ما طاحش بيا. ان شاء الله يطيح بيا. لوج عليا؟ لا لوج عليا عنده 200 مليون. خلي واحد يفرهدني عادي، يخرج يخلص عليا قهوه يفطرني عشاء باهي فطير باهي فهمت كيفاش، يحوس بيا يهز لي بلاصه مزيانه على القليله من نطبعوا مقحف هكاك فقري طولي يهزني لطف يا ربي لا يفطرني لا ودني يقعد يعمل بيا هكاك في الهواء، ونطبع واحد زاد عنده فلوس باش يقعدني قاعده باهي محترمه. انت زاد تمشي بالمظاهر وتمشي بالفلوس. هاي بالمظاهر شويه هكا وشويه هكا بالله. واحد انت نعمل بيه انا فالس شيك سيدي؟ واحد ما عندوش فلوس اما المظهر نتاعو ماهوش، معناه هو ما عندوش فلوس لكن المظهر نتاعو باهي. ما عندوش فلوس وتقولي انت مزيان. مزيان ولباس وحتى كان لباس ومزيان ما ناخذوش. جيبيهوليش قرت وعفس ناخذو عنده الفلوس والله يولي في العسل. يبدا عنده فلوس. يبدا عنده فلوس وما هوش هكا ولي باهي. بالعكس الدنيا راهي طولت تمشي كيك. ها والله اختي باش نعمل نكاو باش ناخذوا زاد زوالي ويمرمدني ونقعد نتمرمد معاه في الكراويت، موني ناخذوا لباس عليه باش يعيشني عيشه باهيه. ما فماش شكون لاباس عليه تقريبا. فما علاش ليه والله غير هاك تشوفي الايامات فما، مش ما فماش رجال لاباس عليها والله. قلت لك فما ما شاء الله. قلت كي يطيح بيا وحايد باهي لاباس عليه ان شاء الله على قد قلبي، ماني انا قلبي باهي ان شاء الله يطيح بيا ولد حليل لاباس عليه برك. اما ما نحبش نعيش واحده في الفقر واحد، ما نحبش نحب نعيش عيشه باهي، خاطر تو بالفلوس الفلوس تعمل كل شيء والله. وقر ما كانش كلامك هذا تقريبا، ما كانش كلامك. كلامي والله كلامي، خاطر قبل قلت ما يسالش حدا كي يجيني زوالي ونصبر معاه. نصبر معاها وخاتي ما تو ما عادش وقت باش واحد يصبر معاها. في نهار ولا في نهارين بدلت كلامك؟ عطيت والله تبدلت على الاخر ما عادش وقت. انت شكون قريت بالله؟ ها؟ انت شكون قريت؟ تالا غال انا ما تدب مشيت. ها؟ انا ما
ما تدبش لا حد شيء والله هيك تشوفي من وضع كاين شي هذا كلام واحد اه كاين شي كلام ما ولا هي كلامي والله ذاك هو كلامي تبيعتي يعني نتكلم هكاك قبل حكيت قلت كاين انسان زويلي كل شيء نصبر معاه وميسالش ونضحي ابتي مازال واحد زوالي انت تو ولا كنت راني حكيت هكاك ها بالعاني حكيت هكاك بالعاني لحد شيء انا قلت لك زوالي خاطر معناها كي يبدا مثال زوالي معناها يخاف ربي معناها يصلي كل شيء حاجه اخرى هذيك فهمتي مش تو زوالي واحد ويبدا يخض في مخه وفهمتي كيفاش ومش باهي مع المراه يبدا حاجه اخرى موضوع اخر هذاك حكيته راه اليوم موضوع اخر معناها فهمتي كل مره يتبدل البرنامج فهمتي ها مش نفس البرنامج تبدل البرنامج وتتبدل الاسئله لكن الموقف نورمالمون يبقى هو ما يتبدلش ها ممكن مره موقف نحطوه وكل مره مع برنامج فهمتي كيفاش اختي تحول انت باش نتحول معناها كل مره برنامج فهمتي اما قلت لك تو وقت فلوس والدنيا تبدلت وغليت المعيشه انت كي تحكي وقت فلوس ترضى بالله هي تو البنيه ذي سامحيني ترضى بواحد زواني ما ترضاش والدنيا غليت وواحد البنيه قلت الكل تو تضبع في المظاهر راهو ما يحبوش تو واحد زواني تو شو يعملوا بيه اللي خلص عليها قهوه اللي خلص عليها حتى شيء فهمتي ها مدية برشا انت ولا لا مدية لحد شيء والله جملة اما نحب نعيش ما نعيش بيه انا كل عبيد انت تحب تعيش عيشة بيه ليش ما تخدمش انت وتوفرها من روحك استناش شكون باش يوفرهم لك والله ما نكذبش عليك انا نحب كيما امي قاعده في الدار نحب ناخذ راجل انا قاعده في الدار علاش نتعب في روحي فهمتي وقت صعب مع شتا والمراه ما نحبش نتعب نحب راجل يخدم عليا واحد واحد وانت كيفاش نحب راجل نقعد في الدار ويخدم عليا وكاها والله تحبش تخدم؟ ها؟ تحبش تخدم؟ ما نحبش نخدم ما دام في وقت صار لي كل شيء واحد نعرف الدنيا غليت وقتنا توا المراه والراجل الزوز يخدموا وما همش واصلين نعرف نعرف ماني ناخذ وانا زاد خدمته باهيه وراجل عنده زوز مليارات قلت ما خدمته باهيه ما في مترسم وكل شيء وعنده شهريه وما عنده فهمتي كل شيء مترسمين يتشكيو لا تشك هو ماني ناخذه بداره قلت لك ويبدا مترسم وعنده شعريه وما عنده باش نتطلفح فيه كيكه ما يجيش فهمتي لازم ندبر واحد باهي فهمتي مش خايب باهي معناه يسترني ويعيشني عيشه باهي ويبدا عنده دار والحمد لله مستوره فهمتي علاش واحده شو ما شروطك زينه بنتي في الراجل خلف الفلوس هاي باهي كيفاش كمظهر كشنو حاسه كل على بعضه ولا نحب راجل في عمره 40 سنه قداش عمرك انت انا عمري 26 سنه 26 طلعت ال 40 اه هكاك نحبه مو شاب شوجر دادي ما نحب راجل رزين شويه بمخه فهمتي يبداش صغير طايش واحد نحبه رزين بمخه يعطيني قيمتي وقدري فهمتي واحده لازم تعرف تختار تخضع تختار راجل باهي فهمتي عينك ميزانك في الوقت في البنات انت صح في البنات ديما ردوا بالكم عينكم ميزانكم راه مش تغرك المظهر لازم تمشي هكا وهكا لازم واحد فهمت يمشي يشوف المظهر مش يقول لك هو لباس وعنده برشا فلوس واحد ما فايده زاده في المخ يبدا مخه باهي زاده ورزين ونظيف كمل لي شروطك كيفاش اوصف وانا راجل نحبه لا لا نحب راجل في عمره 40 وشنو اخر ونحبه 40 ونحبه باهي معنا كما يجي يجي حتى اسمر ابيض المهم باهي يخدم عنده فلوس وكا فايده في الفلوس فايده في الفلوس خاطر تو وقت فلوس والله هكا زايد والله هاي بخسية قولي لك كلمة الختام هاي كلمة الختام ننصح البنات ما يطيشوش رواحهم يعرفون يحطوا ساقيهم وفهمت كيفاش ما يمشوش مع اللي يجيك رجال لطف كلم جاين عليه مع مرأة خلص لي قهوة أنا قديكم المرأة راه الراجل يخلص قهوة على المرأة هو يسدعها راه مش المرأة تخوط تو وقت فهذا يحبوا المرأة تخلص لهم قهوة وكل شيء أنا راني نحب راجل هو يخدم عليا مش نخلص للرجال قهوة فهمت هكا هو ننصح البنات يردوا بالهم ويعرفوا يختاروا والله خاطر وقت صعب وكهو والله